في متى 10 بيتكلم عن إرسالية التلاميذ. الرب طلب منهم يعني في طريق أمم لا تمضوا لخراف إسرائيل الضالة. لكن في آية 6 بقول اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. طب مين بيت خراف إسرائيل الضالة؟ خلي بالك إنه يسوع المسيح بالمقارنة مع أي تعليم في العهد القديم. المسيح قال عن نفسه أنا هو نور العالم، أنا هو الراعي الصالح، بالمقارنة مع رعاة إسرائيل في حزقيال 34. اسمع شو بقول الرب، ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها، حزقيال 34:11. في آية 16 شوف شو بقول، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. في أرمية 50:6، كان شعبي خرافا ضالة قد أضلتهم رعاتهم، قال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. في آية 16 شو بكمل بقول، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد.